in de letterlijke lichaam staat supra-functional cortex, hebben ze algoritmen. En dus er geen in orde, waar hij voor alle dingen als letter, de letter van deen. En dus er die deen zo. Ja, dat is alleen nog, ja. Als je niet voor alle, in de letter. Voor mij een letter die is supra-functional cortex, hebben we hebben dat cross the body, they turn up. We nemen dan bepaald. والاثنين جنب بعض وموجودين في كونكتف تيشو مع بعض. هذا الكونكتف تيشو يسمى الباراميثيا. الريليشن دي فيري امبورتنت طبعا لازم اعرفها. بقيت اللاترال ريليشن بتاع السيرفكس ده لاترال فورمكس لاترال فورمكس. ده الفجنال بارت على السيل لاترال فور لاترال فور لكن السوبرا فجنال بارت ده اليوترس برون ليجامنت واليوتراين فيسل ده اللاترال ريليشن بتاع هذا اليوترس والسيرفس ودي الانتيرو ريليشن بتاع اليوترس والسيرفس ودي البوستيرو ريليشن بتاع اليوترس والسيرفس. الكونكشن اللي هي ما بين السيرفس وبين البذر از امبورتنت ليه؟ لما يحصل يوتراين برولابس يوتراين برولابس يعني اليوترس بينازل عن مكانه الاقي السيرفكس معاه واليوترس نازل فبيشفت معاه مين كمان؟ البذر. وده اللي بيخلي فيه معظم الحالات بتاعت البرولابس فيها ستريس انكونتنت. انتوا فاهمين حاجه؟ فاهمين؟ تمام. اليوترس اهوت وادي السيرفكس اهو وادي الفاجينا وستيريو فورنكس وده الانتيريو فورنكس اهي وادي البريتون دي جاي من البلدر ان اهوت مغطي اليوترس وجاي من اهوت مغطي السيرفكس ومغطي الفاجينا ويجي نازل على الركبه صح؟ وده الانتيريو فورنكس وده الايه؟ البوستيريو فورنكس. يوجوال البوستيريو فورنكس از مور رومي عن الانتيريو فورنكس. ده نمره واحد. ابص الاقي لارجر وديبر ده البوستيريو فورنكس. مش زي مين؟ مش زي الانتيريو. البوستيريو فورنكس. ليه؟ لان السيرفكس دخل في الانتيريو وورد بتاع المشاكل، هما الاثنين كانوا قد بعض اهو، ده الانتيريو وورد ده البوستيريو وورد اهو. جه السيرفكس دخل في الانتيريو وورد بتاع المشاكل ده في داون. داف وورد وداون وورد، ده السيرفكس. فخد حته من الانتيريو وورد واصبح البوستيريو وورد لازم يوصل كده اهو. فعشان كده الاقي الانتيريو وورد بتاع المشاكل شورتر عن البوستيريو وورد. الانتيريو فورنكس شالور. ده البوستيريور فورنكس. وده مهم جدا لان السيمن ويل اكيوميليت ان ذا بوستيريور فورنكس توردز ذا اكسترنال اوس. سو ذيس وود هاف اتس سبيرمز تو اسيند اند فيرتلايز ذا اوفر. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان هذا البوستيريور فورنكس متغطي بالبريتونيل وهنا البنتك كافيتي. ولذلك لما بيحصل ابدومينال ابسس او بلفيك ابسس هذا البلفيك ابسس كان بدرين ثرو ذا بوستيريور فورنكس. لان دايما الابسس بيبقى ديبندنت فيجي نازل لغايه البوستيريور. فبدل ما افتح الابدوم افتح كله من البوستيريور فورنكس وبيدخل المشرط واقصص داخل هيجي نازل باص. So I can drain pelvic abscess through the posterior vaginal bone. We somehow coldocentesis. Coldocentesis. So I'm hanging. Can see nest? See
Nein, in Salom i. Until forex, then until forex. Abusala uterus in normal position, in axis, along the axis that uterus out, along the axis of the vagina ahead. So I'm an angle between along the axis of the vagina and uterus. We some move empty, verted. أنت فاسد يعني مايل على الفاجينا مش كده بس ده انا هلاقي اللونج اكسس بتاع البودي عامل انجل مع اللونج اكسس بتاع السيرفكس يعني يوترس متني على نفسه بيسموها انتي فليكسد فالنورمال بوزيشن بتاع اليوترس انتي فيرتد انتي يبقى مخي على الجدر قدام مش كده وبس ومبني على نفسه فانت باتت انت بحيث ان الاكسترا اوس اهي فيسنج باكورد للبوستيريو فورنكس عشان يحصل ترانسميشن للسبرماتوز هو ايزلي ده النورمال بوزيشن بتاع اليوترس سم تايم تلاقي اليوترس عكس كده هلاقي ادي الفاجينا اهي واليوترس مقلوب في العقل مقلوب لورا بيسموه ريترو فيرتد ريترو فليكسد أو بيسموها R V F ال R V F دي هتسمعوها طول عمركم طول ما انتوا عايشين عندها R V F عندها R V F R V F معنى اليوترس مقلوب لورا لما كان مع على البلادر رجع للخلف وعلى فكرة ده نورمال يعني لو انتم كلكم في دوات عملتوا الترا ساوند هتلاقي 25% منكم عندهم RPF which is not abnormal لما بيحصل pregnancy اليوترس بيتعادل تاني وبيعد نفسه فال RPF ده مش ديزيز الا لو كوانسايد مع الانفرتيلتي يعني تيجي واحده ما بتحملش ومن ضمن تتشفي عليها عشان الالتراساوند ده عندها ار بي اف تتلككي بقى في الار بي اف ان هو اللي عامل ايه؟ الاسترينت بعد ما تعمل طبعا انفستيجيشن للزوج وبقيت انفستيجيشن اوبريشن بتاعتها كويسه وهرمونات بتاعتها كويسه وكل حاجه تقول لها انت عندك ار بي اف الار بي اف ده هو اللي عامل لك ايه الاسترينت لانه رير الار بي اف ان هي مسترينت بس انت عارف ان حاجه ار بي اف ده فيري كومن بس هنشتغل لسه ولاد عندها ار بي اف عندها ار بي اف بعد الحمل لا 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 تعالى تبقى نورمال ده في معظم الحالات الا في حالات ما يتعدلش
vader heeft dus een oom. Hij zei, toen ik schillen, dan zei de oom, dan zei hij, dan zei de oom, lekker aan, en aan het arbeid, maar nee, ja, maar mijn moeder is nu ook aan het koele kom, maar hij heeft een kop aan het arbeid. Dus mijn oom kom op door, maar goed, dat is ook nog een lekker. Dan toen daar, het drie mensen, hoe ze leeg getal hebben, voor alle mensen. Voor het taal, voor het geloof, dat is لكن لو لقيت واحدة عندها سريرتي بتتلكك عندك أرض كده الروح المقدومة منتظر تقول لي حاجة ممكن الدكتورة إيه؟ لا من الأستاذة لازم تطلع علامة مقتنعة إنها بتتمشى عشان عندها الروح المقدومة لازم تقوليها إنك أنت تسامحي لازم على فكرة بالبي في examination كان diagnose RTF يعني تعمل فحص دي في ديال فاجينال اكزاميشن لو خلي صبعك في الفاجينا كده اهوت والعينه نورمال اول ما تحس هتحس مين الانتيرو ليج بتاع السيرفر لكن في هذا العيان ده اهوت هتلاقي سيرفكس معوج اول ما تخبط هتخبط في مين في البوستيريور ليج مش عرفت ان دي انتيرو دي بوستيريور لما احط في الانتيرو ليج كده اهوت بجراد على المرة الاقي الاكس ايه الاكسيرنا القاص فاتحة احسها يبدأ انتيرو ليج لما اخبط هنا اهوت اتقطع لقدام الاقي الفاتحة بتاعت الاكسيرنا القاص يبقى ده البوستيريور ليج اعرف ان راح المقدمة باي دي اكزامينيشن مش شرط عن افتر ساوند واعمل مش عارف ايه بس بعمل افتر ساوند عشان انت ما تعرفيش الشخص اصلا بتيجي عند افتر ساوند لكن لو انت تفهمي اناتومي كويس باي بي بي دي انتيرو فول ده دي ار بي اف دي مش ار بي اف طبعا انت في حالتين حتى لو عملت الترا ساوند برضه مش هتعرف يعني انت بتعمل دي دي بتعمل الترا ساوند بتعمل سي سكان ومش عارف يعني بتعمل ايه لازم فانا قصدي برضه لازم تكون ناصحه يعني برضه الدكتوره هتعمل اكتر صوم يقول لك عامل اكتر صوم هيوريني كل حاجه مالك بس لازم اختبر ذكائي اختبر الانتشن بتاع مخي اثق في نفسي لما تشوفي على العيان تقول لها انت عندك ار في اف وتروح تعمل اكتر ساوند ده ار في اف يعني انت في عندك الرحم مقلوب وبتاع الاشعه اللي عندك فبيديها ثقه فكل علم اللي انت بتاخديه بيدي ثقه العيان فيه وبيديك وضع برضو اجتماعي غير كلام واحدة تكشف عليها لا 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 راح انت عارف كويس يعني كنت عملت ايه مقلوب ولو الدكتوره ما بتفهمش وهكذا فلازم استعمل مخي في ان انا اسيطر على الموقف وخلي العيال يثق فيا ايه؟ ليه؟